تعرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة المحمد عبدالله بفاس يومه 1 مارس 2021 انطلاق سلك التكوينات لفائدة طلبة الدكتوراة، محطة أساسية في مجال المستوى الثالث على مستوى التحصيل والتكوين بجامعة المحمد عبدالله ألا وهو الدكتوراه. فاليوم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة المحمد عبدالله تسجل كما قلنا انطلاقة لمجموعة تكوينات لفائدة طلبة الدكتوراه المسجلين بمركزي الدكتوراه، لكن اليوم بمركز الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، تنظيم مشترك بين الكلية ومختبر القانون والفلسفة والمجتمع، يستفيد منه كل الطالبات والطلبة المسجلون في هذا المختبر وفي مركز الدكتوراه عموما. غايته الأساسية هو مصاحبة الطلبة في القضايا الأساسية التي تطرح على مستوى الكلية والجامعة. أولى تلك القضايا التي تحدثنا عنها من خلال الكلمة الافتتاحية صباح اليوم هي المتغيرات التي تعرفها جامعة المحمد عبدالله بفاس على مستوى الالتزامات التي ينبغي أن يلتزم بها الطالب، خاصة في علاقة بالجودة التي ينبغي أن تتوفر عليها الأطروحة، وثانيا على مستوى النشر الذي ينبغي أن يلتزم به الطالب. فيما يتعلق بالجودة، فسلسلة محاور التكوين اليوم غايتها الأساسية هو مصاحبة الطالب في كل الجوانب المتعلقة بالميثودولوجيا، جوانب المتعلقة بكيفية كتابة الأطروحة، بكيفية البحث عن مواضيع متعلقة بالأطروحة، بكيفية تكوين ببليوغرافية في علاقة بالأطروحة، كيفية الشروع في الكتابة في الأطروحة، إلى أن نصل لمرحلة الإعداد لمناقشة الأطروحة. كل ذلك يتوقف بشكل أساس على ضرورة أن يراهن الطالب انطلاقا من القرارات التي اتخذت على مستوى جامعة المحمد عبدالله، أن يراهن الطالب على مستوى النشر. وأعتقد على أن ما يتجاوز 1300 طالب مسجل بمركزي الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة المحمد عبدالله بفاس هي بمثابة مؤهل كبير بطلبة وطالبات لهم مؤهلات متميزة، دعوناهم انطلاقا من تلك القرارات لضرورة العمل على نشر أكبر عدد من المقالات في مختلف المجلات المصنفة دوليا وتلك التي تتوفر على لجنة قراءة انطلاقا من قرارات مجلس الجامعة. بالنسبة للنشاط الذي ينظمه مختبر إقلاع الذي يجمع أساتذة من الكليتين، فهو يحاول أن يطلع الطلبة الباحثين في الدكتوراه حول مسار ومجموع خطوات البحث الخاص بإنجاز الدكتوراه. في حقيقة الأمر هذا الأمر كان دائما مرتبط بمبادرات خاصة بالأساتذة، كل أستاذ يوجه طلبته، إلا أن مختبر إقلاع ارتأى أن يمأسس، إن أردنا القول يمأسس هذا النشاط، بحيث نظم يومين دراسيين لفائدة طلبة الدكتوراه في الفلسفة وطلبة الدكتوراه في القانون والاقتصاد. بطبيعة الحال مختبر قانون والفلسفة والمجتمع تأبى على تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة طلبة الدكتوراه في إطار المنهجية القانونية، ونحن في إطار الآن اليوم الأول من هذه الدورة التكوينية في إطار البحث العلمي. والفترة الصباحية كانت متعلقة ب كومون جيستيون لو طون، أو بمعنى تسيير الوقت بالنسبة لطلبة الدكتوراه. هذه الفترة المسائية تتعلق أيضا بما يسمى بلاغوشيش بيبيوغرافيك، والآن نحن بصدد إعطاء مجموعة من التوجيهات للطلبة لفائدة طلبة الدكتوراه من أجل تحضير مجموعة من الوسائل التي تمكنهم من أجل البحث على مستوى النشر. وأعتقد على أن ما يتجاوز 1300 طالب مسجل بمركزي الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة المحمد عبدالله بفاس هي بمثابة مؤهل كبير بطلبة وطالبات لهم مؤهلات متميزة، دعوناهم انطلاقا من تلك القرارات لضرورة العمل على نشر أكبر عدد من المقالات في مختلف المجلات المصنفة دوليا وتلك التي تتوفر على لجنة قراءة انطلاقا من قرارات مجلس الجامعة. أعتقد
ما لاحظتموه اليوم حضور وازن للطالبات والطلبة، مصاحبة للسيدات والسادة الأساتذة، وهي فرصة للتأكيد على المجهودات الكبيرة التي تبذل من طرف زملاء الأساتذة بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بجامعة المحمد بن عبد الله بفاس، على اعتبار على أنه برغم الالتزامات على مستوى الإجازة التكويني والتحصيل ونحن مقبلين على التقييم، مجهودات كبيرة على مستوى الماجستير الماستر وعلى مستوى الإجازة المهنية، فاليوم نلحظ بأن هناك مجهودات أخرى تبذل على مستوى مصاحبة الطلبة في علاقة بالدكتوراه.